صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح كل حاجة حلوة على عيون حضراتكم من خلال يوم جديد في بي اون تايم على شاشتنا اون تايم سبورت على مدار ساعتين. هكون معاكم أنا وفتح الله الزين. صباح الخير يا فتح الله. صباح الخير يا أميرة، صباح سعيد على كل المصريين بتابعونا النهاردة في برنامجكم بي اون تايم. أكيد يوم كل الناس قاعدة تشوف إيه الأرصاد الجوية، هتقول إيه النهاردة وإيه اللي حصل وإيه اللي هيكون عشان تاخد احتياطاتك. لكن خليني قبل ما اكون اعلامي او اي حد بيتكلم قدام حضراتكم في شاشتك كمواطن، اشيد جدا بالدور اللي قامت بيه الجهات المعنيه كلها يا اميره. يمكن شفنا الصوره الايجابيه، عندنا شويه كده بخل في ان انت تطلع حاجه ايجابيه يا اميره. للاسف كل حاجه عايزينها تبقى سلبيه بنحط عليها السبوت قوي عشان اخد لايكات كتير جدا واعمل شيرنج جدا من عندي والاقي الناس كلها واخده مني على صفحه الفيسبوك. لكن الحاجه الايجابيه ما بلاقيش حد كتير قوي بقى بيحط الصوره عليها ويقول يا جماعه ادي مجتمعنا اللي من بدايه كان عنده تنبؤ او توقع من الارصاد الجويه. هيئه الارصاد الجويه اميره اللي قالت لنا خدوا بالكم في منخفض، طبعا المسمى المنتشر ليه دلوقتي هو منخفض التنين، خدوا بالكم منه. وبناء عليه اجراءات اتخذت وحزمه الاجراءات اتخذت من الحكومه، خدنا اجازات، نزلت الناس في الشوارع، شفنا يعني مش عايز اقول والله يعني مسميات لوظائف، لكن كل الناس اللي كانت موجوده في الشوارع عشان تسير الامور سواء بقى مرور سواء من الجهات المعنية اللي بتنشل المية من الطرق، كل التحايا والتقدير لهم جدا على الدور اللي عملوه دي. كانت لازم ابتدي بيها واقول كل الشكر ليهم على الدور اللي عملوه. ايه رأيك يا أميرة في اللي شفناه؟ انت خلصت كل الكلام طبعا فتح الله بدأ الحلقة متحمس جدا وفي الحقيقة كلام محترم جدا. اكيد لازم طبعا نشكر كل القائمين في الحقيقة وإدارة الأزمة. سيول كنا بنمر بيها من يوم الخميس، كان عندنا تنبؤات وكان عندنا تحذيرات لكل الفئات على كل الأصعدة، مدارس، موظفين، في الحقيقة الكل، الجميع خد أجازة، كنا قاعدين مترقبين وبدأنا نشوف تكهنات وهزار على فيسبوك على سوشيال ميديا، قاعدين مستنيين الإعصار، وبدأت صور اللب والسوداني تنتشر ويقولك إيه المصريين مستنيين الإعصار. حالة الطقس كانت سيئة جدا، كلنا شفنا، كلنا كنا خايفين وإحنا قاعدين في الحقيقة، ولكن إدارة الأزمة طبعا من قبل المسؤولين كانت فيها وعي كبير جدا، وفي الحقيقة ده احنا شفناه وحسناه. خليني اضيف على كلامك كمان يا فتح الله، النهاردة في الحقيقة وانا جاية من بيتي من مدينة نصر لمدينة الانتاج كنت قلقانة جدا، كنت قلقانة اطلع على الدائري ولا اخد المحور. خدت الدائري وتوكلت على الله. عايزة اقول لكم ان الطريق مفيش نقطة مية، بالعكس من عند كارفور لقيت عربية نقل سد الطريق وبيحولوا الطريق، تدخل من الطريق الضيق، ولقيت كمان يا فتح الله ان هم واقفين يشفطوا مكان في ميه، طبعا عربيه الميه بتشفط الميه، ولغايه لما وصلت مدينه الانتاج وصلت في وقت قياسي جدا، ما كنتش متخيله ده تماما، كنت قلقانه جدا من الطريق. انا نفس اللي حصل معايا ونفس طب هروح بدري ادي لنفسي وقت زياده عشان لو في اي مشكله. نفس الحكايه في بدايه المحور، احنا عارفين شويه الطريق بيبقى منخفض تحت الدائري قبل ما تبتدي المحور، موجوده عربيات اللي بتشفط الميه. كل ده انا يعني خلينا اقول عندنا شويه في اللي قاعدين على السوشيال ميديا اللي اقصى حاجه يقدروا يعملوها ان هم يحركوا انامل الاصابع كده عشان يكتبوا الحاجات بس اللي هي السلبيه فقط على الفيس. انا بقول لهم لو انت فعلا جد كنت عندك المقدره اللي انت تساعد وتنزل وتشوف الناس دي حتى لو بوجبه حتى لو ازازه اي شيء تقدر تساعد بيه مع الناس اللي كانت موجوده دي. انا شفت زي ما امير قال برضو واحنا جايين كل الاحتياطات موجوده، وارد تحقيق. جدا تشوف في مشكله في حته ده طبيعي طبعا، لان احنا مش عندنا في طبيعه الحال يكون عندنا نفس الاعصار والسيول الموجوده دي. ولكن في النهايه النهارده تاني يوم مباشره من الاحداث دي كلها اللي احنا لسه نعتبر فيها لحد النهارده، لسه الاحداث موجوده، الامور ماشيه، الطرق ماشيه، مفيش اي مشكلات. شوفنا عربيات موجوده، وخلينا برضو الناس بتاع العربيات دي احيي الفريق اللي هو بتاع العربيات الفور باي فور، الانقاذ ده بجد ده تطوع، ده تقدر تقوم بيه مش بس تكتب على الفيسبوك. ده الشعب المصري يعني، بص التعامل مع الازمه فتح الله كان مقسوم اتنين، حكومه وشعب مصري. حكومه على اتم وعلى افضل وجه في الحياه اتعاملت مع الازمه، الشعب المصري المعدن الاصيل الطيب الجميل ظهر في الازمات وفي المواقف، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ونقول دايما لازم تبقى ايدينا في ايدين بعض عشان نقدر نعدي من اي ازمه.